على عكس المعروف أنه عندما يشعر الإنسان بالخطر يهرب على الفور، إلا أنه في الحياة البرية تستطيع الأم الدفاع عن صغارها ومطاردة الخطر في مشاهد غريبة جداً. ونحن هنا اليوم في هذا المقطع سوف نعرض عليكم بعضاً من هذه المقاطع الرائعة لهذه الحيوانات وهي تتصدى وتدافع عن صغارها. قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. الأرنب. بالرغم من أن الأرنب يعتبر واحدا من الحيوانات اللطيفة، إلا أنه في هذا الفيديو كان يواجه العديد من الحيوانات المفترسة، وذلك لكي يكون قادرا على توفير الأمان والحماية إلى هذه الحيوانات الصغيرة من الحيوانات المفترسة. وفي هذا الفيديو نرى كيف كان قادرا على الهجوم على هذا الثعبان في مشهد مخيف جدا، حتى تمكن في النهاية من تشكيل خطورة عليه، وذلك للدفاع عن الصغار، حتى إن الثعبان كان يحاول الهرب، لكن الأرنب لم يكتفي بمرات الهجوم عليه. اللبؤات. بالرغم من أن الأسد يعتبر من الحيوانات المفترسة، إلا أن أنثى الأسد تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الأمان والحماية والدفاع عن الصغار من مختلف المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، ومن المعروف أن الذكور تتشاجر مع بعضها البعض من أجل السيطرة على الأرض، وهذا يدفعهم إلى محاولة قتل الصغار، وهنا يأتي دور الأنثى في توفير الأمان إليهم من هذه الهجمات الخطيرة. في هذا المقطع الذي استطاع أحد السياح تصويره، كان من الواضح أن مجموعة كبيرة من الإناث تهجم على هذا الذكر في مشهد مخيف جدا. القطة. من المعروف أنه توجد العديد من المعارك التي تحدث بين القطط والكلاب. على سبيل المثال ما حدث في هذا الفيديو، حيث كان هذا الكلب على وشك الحصول على هذه القطة الصغيرة، لكن في الحقيقة أن أم هذه القطة جاءت في اللحظة المناسبة وتمكنت من الدفاع عن صغيرتها كما هو واضح في هذا المشهد، وذلك عن طريق استخدام هذه المخالب التي توجد في الكف والتي تساعد القطة على توجيه العديد من الضربات القوية في وجه الكلب. والغريب أنه بالرغم من قوة الكلب إلا أنه لا يستطيع التصدي إلى هذه الضربات. الفأر. يقال أن الجينات التي يتمتع بها الفأر تتشابه مع الجينات التي يتمتع بها الإنسان، ويقال أنه في الهند يوجد عدد كبير جدا من الفئران التي تشكل خطورة كبيرة وتنقل العديد من الأمراض. هذا ما يدفع الثعابين إلى محاولة افتراس هذا الكم الكبير من الفئران، لكن لا يحدث هذا الشيء بسهولة، وذلك بسبب أن الفأر له خبرة كبيرة في الدفاع عن نفسه كما هو واضح في هذا المقطع. في الكثير من الأوقات تهجم الأم على الثعبان حتى تستطيع القضاء عليهم، هذا يؤكد على الغريزة القوية التي تتمتع بها الأم في الحياة البرية. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.